الهلال يقول على هاشتاج البرنامج، يقول المباريات الودية ترتكز على اختيار نهج معين وتشكيلة تتناسب مع مواجهات المونديال وتقليل الأخطاء الدفاعية وهي الأهم برأيي. فكرة القدم حاليا ليست بالهجوم بعكس ما هي ترتكز على قوة وصلابة الدفاع، فتسجيل الأهداف الآن ليست حكرا على المهاجمين فقط، ولكن تلاقيها مهم أو تلافيها مهمة للدفاع. كلام منطقي عماد، من ذهب جدا جدا جدا. مسألة خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، هذه مقولة مستهلكة، مثل مقولة أخطر نتيجة في كرة القدم 2-0، على أساس أن لازم أسجل 3 و4 عشان أرتاح. لا لا، اليوم المنظومة الدفاعية أهم. نادي الفيحاء هي كلمة تحفيزية صحيح، لكن نادي الفيحاء أبو لطيفة، على طاري سامي الخيبري، سامي الخيبري أسلوب لعب مدرب نادي الفيحاء هو من أظهر لنا سامي الخيبري بهالقيمة الفنية اليوم. أحمد بن مسعود، مخيل الرشيدي، اسماء معينه موجود، حسين الشويش امامه ثلاثي، ما يلعب ب4-2، يلعب ب4-3-2-1، السفري ابو سبعان 2 محاور 6، ما يلعب محور 8، شبانه هو اللي مثلث. يعني التكتيك يختلف من الفيحاء عن تكتيك رينار، فبالتالي انا اروح معاك جدا انه في لاعبين فعلا المدرب ياخذهم على حسب تكتيكه على حسب اسلوبه. نقطه بس اخيره ذكرها ابو بدر، اللي هي المدرب لا ينظر الى النادي الجماهيري، اللاعب يلعب، لا لا لا، ينظر طيب. ينظر الى اللاعب اللي يلعب في نادي جماهيري، يتحمل الضغط في مثل مباريات لكاس العالم. طيب محمد عبد الواحد يقول على هاشتاج البرنامج، مهم جدا ابو لطيفه ان يعرف الجمهور الرياضي هل ستنقل مباراه منتخبنا غدا، وان حصل على اي قناه ستتم. اعلنوا زملاء في قنوات SSC ان المباريات ستكون منقوله عبر قنواتهم غدا في تويتر، اعتقد في حسابهم.